موعد دائم مع الزميلة جيسيكا حبشي الصحفية والكاتبة بموقع الام تي في حتى تشاركنا بآخر وأهم المواضيع اللي صارت خلال الأسبوع. هاي جيس. هلو، كيفنا؟ منيح منيح. يعني تعودنا كل نهار جمعة في راب اب، مظبوط، بتخبرينا من خلالهم شو كانت أكثر المواضيع اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت عم تصير بالبلد، وكمان على السبيشال توبكس اللي عملتوا لها كفرج على موقع الام تي في. شو عنا لليوم؟ مظبوط، يعني مثل كل أسبوع بنلتقى أنا وياك تهيك ندردش شوي. هالأسبوع كمان المواضيع السياسية والأمنية كانت مسيطرة على الأخبار وحتى على السوشيال ميديا، يعني ما لحقنا ننبسط إنه تشكلت حكومة إلا إنه تعطلت هيدا الحكومة، يعني تحت معادلة إما شل الحكومة أو شل عمل القاضي طارق البيطار وبالتالي تحقيقات المرفأ والعدالة. هيدا بموضوع الحكومة يلي بعدنا ناطرين انه تبلش تشتغل، يعني خاصة بموضوع المفاوضات مع صندوق النقد وغيرها، بموضوع جلسة مجلس النواب يلي انعقدت ببداية الأسبوع. يعني شفنا كان الموضوع الانتخابات هو الموضوع الطاغي، شفنا المقررات وتحديدا يعني الإبقاء على انتخاب المغتربين ل 128 نايب، وفي كتير حماس ما بتتخيل قد ايه في حماس برا لعن جد ينتخبوا ويدوا بصوتهم ويعبروا عن رأيهم بعد كل هذا. يمكن هذا اللي كان يمكن معتلهم هم، والتفاعل اللي شفناه الإيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي كان مش معقول، يعني مزبوط. كل العالم يلي عايشة برات لبنان بلشت تسجل اسمها، ونحن كمان عم ندعي اليوم كل اللي عم يحضرونا ومش موجودين بلبنان يسجلوا اسمهم. أي متى عندك فكرة أي متى الديدلاين ليقدروا يعني الديدلاين بتخيل 22 الشهر؟ صحيح. إيه. سو بنطلب من كل المشاهدين اللي عم يحضرونا سجلوا اسمكم انتخبوا وعملوا تغيير وعبروا عن صوتكم بلبنان. كان كتير حلو التفاعل على مواقع التواصل، كتير عم بيعملوا هاشتاجز، عم ببلشوا يتحضروا اكثر، يمكن محمسين اكثر منا هون، ان شاء الله يكون حماسهم بمحله. جاس، ونحن عم نحكي هلا كمان الدولار للاسف بعد ما ثبت شوي بعده عم بيطلع، شفنا اصلا كيف طلع سعر تنكه البنزين، وهيدا الشيء عم بياثر طبعا على كل السلع بالمحلات، والعالم فعلا عايشه بازمه معيشيه، ولكن نحن ما رح نحكي عن هلا الازمه المعيشيه لانه على طول بنحكي عنها وصارت عايشين معها وعايشه معنا. اول موضوع هو سلاح كيف تصدر هالاسبوع. فعلا الخوف الامني مسيطر وين ما كان، في هاجس الامن من الاحداث الامنيه الصغيره، يعني السرقات، عمليات السلب، بتشوفي حتى البنات كيف عم بيحطوا يمكن بيبر سبراي قصص ليحموا حالهم، في عالم ما عم تطلع بعد ساعه معينه. ولكن في كمان تخوف من الميني حروب بعد الشيء اللي شفناه بحادثه الطيونه، هيدا الخوف الامني كثير كبير ويمكن هو اللي رح خطير ورح يعرقل مسار كثير امور بالاشهر الجاي، ان كان الانتخابات، ان كان حتى مسار التحقيقات باكثر من ملف. الناس خايفه والسياسيين بدل ما يطمنون يلي عم بيعملوه اكيد يلي هو عم بيزيدوا طين بله، عم بيخوفوا العالم، عم بيجيشون قدام بعض، بيشدوا العصب الطائفي، عم بيراجعونا على ايام الحرب، عم نرجع نسمع اللانجوج يلي هي كنا نسمعها من كتير زمان كنا صغار. أنا لقلي كنت صغيرة عم برجع أسمع نفس الخطاب هلأ، ولكن بفريم مختلف. قبل يمكن كانوا بالبدلات العسكرية، اليوم هن بالبدلات الرسمية. بحزن هيدا الشيء، واللي بحزن عم يستقطبوا الجيل الجديد، يعني مزبوط. يلي يمكن بعد عنده اندفاع بيرجع بيتحمس، أو كان في أمل فيه، يلي في امل فيه ويلي بعده باقي هون، يعني يلي ما فل انه تركون شوي يعيشوا يتعلموا ويشوفوا مستقبلهم. نحن بالموقع كان عندنا مقابله مع وزير الداخليه السابق مروان شربل يلي هيك طرح موضوع يمكن هو منه قابل للتنفيذ هلا، موضوع عوده خدمه العلم. بتعرفي من طرحها من باب انه كل هالشباب صاروا عم بينشدوا اكثر للاحزاب، للطوائف، للانتماءات، للليدرز تبعهم، بيسوى انه يرجع يحبوا وطنهم. هيدي خدمه العالم بتعلمهم يبعدوا شوي عن الاحزاب، مش غلط العمل الحزبي، الاساس هو الوطن، انتماء للوطن. نحن كل هالاعمال اللي بنشتغلها، كل هالانتماءات، كل هالشغل الحزبي هو بالاخر المفروض يصب بمصلحه المجتمع والوطن. مش غلط جسي ترجع خدمه العالم، خاصه لهالاجيال اللي كنا عم نحكي عنها. اكيد، وخاصه بالاوضاع اللي لبنان عم يقطع فيها، ونحن بامس الحاجه ليضلوا الجيش مترابط، ليضلوا الشعب أكيد. مترابط، وليضلوا الاتجاه اتجاه واحد وهو اتجاه لبناني. على كل حال كل اتكالنا على المؤسسات الأمنية أنه فعلا تكون العين الساهرة بهالفترة لما نوصل لفترة لحرب، من بعد ما شفنا بروفت الحرب بالأسبوع الماضي. إن شاء الله خير. تاني موضوع يعني من المأكل والمشرب يلي كنا عم نحكي عنهم بفقرات سابقة، في موضوع السكن. جيسي اللي كان محظوظ بالفترة السابقة قدر ياخد لون
ان كان بالاسكان او حتى من البنوك، يعني كان في فوعه خلينا نقول بالقروض، كانوا يدقوا لك على البيت انه شو ما بدك تغير السياره، ما بدك تاخذي لون، حتى كان موضوع البيت انه امر محتم، كل حدا يلي ما كان عنده حظ انه ياخذ ورثه من بيه او من جده يكون عنده بيت، كل حدا كان انه بيقدر بلبنان من خلال مساعدة البنك. صح. يعني مضبوط، وقروض الاسكان كرود. ولكن هلا هذا الشيء وقف، والاشخاص يلي ما عندهم بيوت لقيوا حالهم يعني بدهم يستاجروا بطبيعه الحال، هالعيال هالشباب، ولكن الاجارات عم تتسعر بالدولار، يعني تخيلي 200 دولار هلا بتساوي 4 ملايين ليره، طب اي شاب اي رب عائله يمكن معاشه ما بيتخطى ال 4 ملايين رح يقدر يستاجر؟ في كتير عيال عم تنطلب منها تخلي البيوت لأنه في مستأجرين قادرين يدفعوا دولار، عم بيلاقوا حالهم مشردين، يا عم بيروحوا يعيشوا مع أهلهم، تخيل عائلة طويلة عريضة عم تروح تعيش مع التيتا والجدو، أو عم يطلعوا على الجبل، أو عم يطلعوا على الجبل، أو يعني عايشين حالة ضياع كتير كبيرة. هيدا موضوع كتير مهم، وكتير عم بيجينا يعني شكاوى، وحتى يعني أشخاص عم بيرسلونا أنه بليز جربوا صلتوا على هالموضوع. نحن بنفهم من ميلي انه المالك اكيد في عالم يعني هيدا مدخولها الوحيد انه تاجر بيتها وتستفيد وتقدر تعيش، بس كمان خلي يكون في شويه رحمه وشويه يعني نحس ببعض بهالفتره نقدر نوصل، يعني ما في شيء ما في بقى تسعيره معينه لاي شيء بلبنان. لك هيدا اللي قلتيها هي هون كثير كي ومهمه، يعني اليوم بالعالم في كثير قليل العالم اللي بتشتري بيوت، الشباب اذا بنطلع باوروبا وبامريكا منه اول هيجس لهم انه بدهم يشتروا بيت، بيستاجروا اغلبيتهم وقت يصيروا شوي كبار بالعمر وعندهم اكتفاء من ناحيه الماده بيشتروا بيوت، نحن بلبنان كانت يمكن منيحه بس مش ضروري اصح طريقه واسلم طريقه، مش غلط الاجار، الاجار منه ممارسه خاطئه، ولكن الخطا اللي عم بيصير اليوم هو عدم وجود كنترول على كيف عم بيكون تسعير الاجارات، وبالتالي النتيجة اللي انت قلتيها انه الشعب هو اللي عم بيعاني، المستأجرين ما حدا عم بيقول لهم شو يعملوا ويقدر يسيطر على الأسعار، والمستأجر عم تطلع برأسه. يعني في تفلت بكل القطاعات، وهيدا قطاع كتير مهم كمان لازم نحس ببعضنا فيه مثل ما قلت، لأنه ما في ضوابط آخر النهار، ما في دولة مسكتة، ما في دولة أبدا. ننتقل للخبر الثالث. ثالث موضوع هو يعني موضوع طبي، ولكن هالمرة خلينا نحكي عن أطباء الأسنان. يمكن في أطباء معينة عندها مرضى، يمكن طبيب القلب مش كل العالم بتزوره، طب أطباء العظم مش كل العالم بتزوره، ولكن طبيب الأسنان كلنا بدنا نروح لعندهم شئنا أم ما أبينا. ما في مهرب، ما في مهرب نروح عن طبيب الأسنان كبار وصغار، حتى لو منخاف، حتى لو منخاف. بس هلأ الروحة عن طبيب الأسنان صارت بتوجع، بتوجع التم، بتوجع القلب، وبتوجع كمان الجيبة، لأنه يعني كل هالمواد اللي بيستعملها طبيب الأسنان بالدولار عم يشتريها، عم يجرب أطباء عم يجربوا قد ما فيهم أنه ياخدوا أجرتهم على السعر اللبناني، ولكن هالمواد عم تتسعر على سعر الدولار، وعم بيروح هالشخص يلي أصلاً مأجل مواعيد كتير ومأجل معاينات كتير لأنه يمكن بيقول لك خليني أطول بالي، يمكن هلأ الزيارة منها ضرورية، عم بيطلع بفاتورة كتير كبيرة. جسي، وعن جد انه بتعرفي ماني مفكره بهيدا الشيء، انا اول شيء بعد ما زرت طبيب الاسنان هالسنه، بس انه اليوم هيدا الشيء مثل الاكل، يعني نسستي طبيب الاسنان. صح. اليوم يمكن فينا نتغاضى شوي عن قصص معينه، يمكن عنا شويه وجع بايدنا بظهرنا بنقول ماشي الحال بتقطع، بس وجع الاسنان ما بيقطع ابدا. والواضح يعني الصبح حكينا بالانترودكشن، امبارح كان وزير الصحه على الام تي في وعم بيحكوا انه عن المشاكل والادويه والدولار واللبناني وهيك، مزبوط في بلان حاطينه، بس ما بتحسي هيدا الشيء رح ينحل قريبا، وهيدا اللي بخوف بالموضوع. بتعرفي على طول في بلانز، يعني حتى نحن ككتاب وكصحفيين على طول بنسمع عن خطط، مثل البطاقه التمويليه اللي هلا اختفت، على طول في خطط ليساعدوا المواطن، بس كل منه الوضع لورا، يعني بدنا نبلش نشوف شيء ملموس، يعني لانه عم بيصير المواطن بوش كل هالقطاعات، يعني المواطن عم بيصير بوجه الطبيب، ما هن اخر نهار عايشين ذات الازمه وعم بيعانوا ذات المعاناه، هيدا الشيء المؤسف. واكيد في هجره الاطباء يلي كمان عم بفلوا، يعني اطباء اسنان اذا بعد في كم واحد هون عم بيشتغل بالتي هي احسن، عم بيجرب يجيب موتور صغير تيضوي تيقدر يعمل معاينات كمان، واصلا عندك اوقات معينه فيك تروحي تزوري كل الحكمة اليوم حسب. صح. ما بتنعطى الكهرباء، وكمان يعني مثل ما قلت هجره الاطباء من مال ومن مال تالي، عم تلاقي الاطباء بالقليله عم بيطلعوا جمعه برات لبنان ليقدروا يامنوا مدخول. مزبوط. بالدولار، وبيكونوا ثلاث جماع البقيه بلبنان. مزبوط. على امل يعني مثل ما قلت هالبلانز تتحول لشيء تنجبل نقدر ملموس نحس فيه ويستفيدوا منه الشعب اللبناني، وهالفوضى تتنظم يعني بكل القطاعات. رابع موضوع جاس، يعني
شفنا كل العالم بدها تلاقي حل لازمه المحروقات، وعم نشوف كثير دعايات للطاقه الشمسيه يلي هي الطاقه البديله يلي العالم بدها تجرب قد ما فيها، اذا مع شويه دولار انه بتقول لك خلينا اعمل انفستمنت، اشتري يعني لوائح للطاقه الشمسيه، اقدر ضوي بيتي، اقدر سخن مي هلا، بس عم بيكون في كثير عروضات، عم بيكون في كثير اوفرز باسعار اوقات بتفاجئك انه اسعار مزبوط بالدولار بس زهيده نسبه لقبل، والعالم عم تركض تتلحق حالها، بس يلي عم بيصير انه ما عم بيكون كمان في ضوابط بهذا القطاع ليه؟ لانه العالم عم تشتري يمكن شو ما كان، عم بيجوا اشخاص مش اختصاصهم عم بيركبوا، وهلا مع اقتراب موسم الشتاء في خطر انه تطير هيدي اللوائح مثلا اذا منا مثبته مزبوط 100%، لانه عم بتصير موجوده على يعني غالبيه الاسطح بالمباني. نحن بنطلب من الناس انه ما تتاخذوا بهالعروضات، مزبوط هيدا الشيء كثير مهم وكثير مفيد للبيئه، بس كمان راجعوا الشركه على طول، اطلبوا خبراء يجوا لعندكم، مهندسين، في اشخاص اختصاصهم هيدا المجال، هن يجوا يركبوا يخبروكم اكثر، يعطوكم شهاده بالمواصفات، شهاده بالمنشا، تما يصير يمكن في تسرب للكهرباء للمي، تما يصير في حوادث نحن بغنى عنها. بتعرفي يعني ما بنفكر فيه، يعني منقول انه عم بيعملوا أفر لنستفيد منه، ولكن ما منفكر بالعواقب تبع انه يمكن تكوني دفعتي مصاري وما تستفيدي لانه منهم افيشنت من مال، ومال تاني كمان مثل ما قلتي شكله خطر ما يكونوا مثبتين. بالاضافه للي نصحتي جيسيكا، يعني كمان نستشير اوقات شركتين تفضح لنا مشاكل، معقول الشركه الاولى بالأفر تبعها منه كامل ومظبوط، فمش غلط اتليست نستشير شركتين وناكد انه نحن عم بيطلع لنا اي جود ديل ونستفيد، لانه صارت هلا الطاقه البديله يعني اذا بدنا نحكي ماديا بتوفر منيح على الشعب اللبناني، قد ما فينا نتكل عليها مهمه. مظبوط، والعالم مظبوط عم تدفع دولار، يمكن عم تستثمر بمبلغ صغير معي، كمان حرام انه يصير في خساره وتكوني بمحل وتصيري بمحل ثاني، وحتى يعني تسبب اذيه هلا مع موسم الشتاء، لانه كمان لازم يصير في كمان تنظيم، ولازم العالم يكون عنده معرفه اكثر، مش هيك نحن حبينا نوعي على هذا الموضوع، موضوع نستبق موسم الشتاء، موضوع كثير مهم. وهلا ان شاء الله كمان الدوله على سيره موسم الشتاء تكون عم تستبق المي اللي رح تنزل وما يطوفوا طرقاتنا، لانه كل مره بننطر لتصير المصيبه نحن بلبنان وبنرجع بنحلها. مزبوط، وعلى طول بينحكى عن موسم الشتاء جس انه انتبهوا بلشوا حضروا، هلا في مفروض في وزارات، في وزاره اشغال ما بعرف قد عم بيشتغلوا، يعني على طول النداءات موجوده ولكن الواقع مغاير. نحن بنتمنى يكون الشتاء موسم خير على طول، نحن متكلين عليكم لتضلكم تعالجوا هالمواضيع جيسيكا عن جد، وتوعوا المجتمع اللبناني، واذا في من يسمع من الدوله يسمع، لانه عن جد هدول هن هموم الناس المضبوطين. هيدا اللي ما بقى عندنا شيء غير نفكر فيه، ما عم نفكر ابعد من الطريق من الاكل، هيدا حياتنا هلا بالفتره الحاليه. اخر خبر معنا، اخر خبر نحن على طول هيك بنجرب قد ما فينا ننهي بروح ايجابيه بطريقه ايجابيه. اليوم مساقه بالجمعه 22 الشهر، صدفة حلوة انه عم بحكي بهيدا الموضوع اليوم. جيسي، في شخص، في قديس، خليني انا اقول قديس، هو شخص لانه قريب من الناس هيك على طول كنا بيحكو. عم نحكي اليوم بقى لايف مع اشخاص من دعته لمر شربل انه بعيطوا له شربل، صح، قد قربوا من الناس، يعني يمكن هو الوحيد يلي ما بده دعوات للعالم تطلع تتظاهر عنده، ما بده تجيش على السوشيال ميديا، بيطلعوا لعنده هن من كل الاحزاب، من كل الانتماءات، من كل الطوائف، همومهم يمكن مختلفة ومشتركة كمان، الكل بيطلعوا عند القديس شربل. وللمفارقة يعني آخر كم أسبوع حمل كتير عجايب، نحن يمكن عم طول متطلع على المشاكل ولكن في محل تاني بلبنان عم بيصير فيه عجيب، رغم غلى البنزين، رغم مشقة التنقل، على طول دير مرمرون بعناية ملان من كل العالم، وفي صلاة يمكن مشتركة بهالفترة هي الصلاة للبنان، نتمنى أنه تستجيب هيدي الصلاة، لأنه بس يخلص لبنان ويتخلص لبنان، يتخلص مش يخلص، نحن كمان بيكون خلاصنا لقلنا كلنا. أكيد، وأنا أكيد أنه مرشر بالمعنى وعم بيسمعنا، في فيديو محضرين لنا، صح، بيختصر الأعجيب، آخر أعجيب، خلينا نشوفه سوا. يلا thank you.
يعني مثل ما قلت جيسيكا، يمكن سياسيين بيتركونا، ما بعرف مين بيتركنا، مرشرب دايم مع اللبنانية، ومش بس الموجودين بلبنان، موجودين بالعالم. وهل رغم كل السوداوية الموجودة بضل يعطينا أمل، صح، وبضل يترك لنا هيك مجال للأمل والصلاة والخشوع، وهذا الشيء كتير رائع. بتعرفي هو على طول بعرف عن حاله أنا مرشرب لبنان قديه هو فخور بلبنان، قديه نحن لازم نكون فخورين ببلدنا ونضل فيه ونضل حد بعض فيه. أكيد. جيسيكا حبشي، أهلا وسهلا فيك، ميرسي كتير على كل المعلومات اللي شاركتينا فينا. في بول يمكن هالأسبوع؟ في بول هالأسبوع. خلينا نعطي نتيجة بول الأسبوع الماضي. هل تؤيدون شعار كلهم يعني كلهم؟ النتيجة كانت 61% نعم، ولكن بعد في 39% عم بيقولوا لا. بس صار عنا 61، خلينا نطلع على الإيجابية. أما سؤال الأسبوع الجاي، هل تخليتم عن أمور أساسية في حياتكم بسبب غلاء الأسعار؟ أمور كتير أساسية يمكن ما في الإنسان يتخلى عنا. نحن بلبنان وين صرنا؟ أكيد صوتوا على صفحاتنا على السوشيال ميديا بنعم أم لا. ثانك يو كتير جيسيكا، ميرسي لك. مشاهدينا وقفة كتير سريعة ومتابعين ألايف.